2020 ويتطلب نجاح هذه المقاربة اعتماد تكوين ناجح للأستاذ والأساتذة والأستاذات يزاوج بين التكوين النظري حول المقاربة والممارسة الميدانية داخل الأقسام. بالنسبة لهذه المقاربة إذا كما تعلمون على أن يعني تبني مقاربة طارق جاء في سياق مجموعة من الصعوبات التي كانت تعترض متعلمي ومتعلمات المغاربة في الدراسة العموميه. تقييم واحد التجربه اللي هي ديال الدعم الاستدراكي اللي هي طارل وفي نفس الوقت تكريم واحد العدد ديال المفتشين واحد العدد ديال المديرين المؤسسات التعليميه واحد العدد ديال الاساتذه اللي هما ساهموا لحد الان في هذه التجربه. فيما يخص التقييم اولا اللي تلاحظوا هو بان هذه التجربه عندها واحد الاثار جد مهم لان لحد الان قمنا بهذه التجربه اللي مست تقريبا 15000 ديال التلميذات والتلاميذ في الاقسام خلال واحد 3 ديال الاسابيع منذ انطلاقه ديال الموسم الدراسي الحالي. خلال هذه 3 اسابيع تنشوفوا بانه تلاحظوا بان المستوى ديال هاد التلاميذ اللي تبعوا هذا الدعم الاستدراكي طال تحسن بواحد الطريقه مهمه لا فيما يخص اللغه العربيه لا فيما يخص الحساب ولا فيما يخص اللغه الفرنسيه. وهذا تعني بان خصنا كيفاش هاد المبادره يمكن لها اولا نستمروا في هاد التجربه حتى لاخر هاد السنه وكيفاش هاد التجربه يمكن نوسعوها انطلاقا من بدايه السنه المقبله. هادو من النقاط اللي النقاش الان مع كل هاد الاطر يمكن لها تساعدنا باش نتمكنوا ونركزوا على النجاح ديال الفترات المقبله. السياق ديال المقاربه ديال طارل جاء تنزيل الخارطه الطريق 2022-2026 واللي كتستهدف تحقيق واحد المجموعه ديال الاهداف واللي من بينها واحد الهدف اساسي ورئيسي وتحكم المتعلمين في التعلمات الاساس. وفي هذا الاطار جاء تنزيل ديال المقاربه ديال طار المعروفه اختصارا بتيتشين ات ذا ليفل يعني التدريس وفق المستوى المناسب اللي ابتدات من شهر ماي الماضي يعني ثم يعني استمر التنزيل ديالها خلال هذا الشهر شو تنبير. اذا كانطباعات اوليه وربما النتائج الاوليه ديال المقاربه هي مقاربه اللي هي انسانيه وعطات واحد النتائج اللي هي كبيره خصوصا في المواد ديال اللغه العربيه وديال الرياضيات حيث ان على الاقل كل متعلم استطاع انه يدير واحد القفزه من مستوى او بمستويين وكاين بعض المتعلمين اللي داروا قفزه من مثلا من مستوى ديال الكلمه الى مستوى التحكم والتمكن من قراءة واحد الفقرة أو واحد ليستوريات. هي مقاربة اللي هي واعدة وتنتمنى أنها تعطي واحد الأكل ديالها بتضافر جهود ديال جميع الفاعلين في الميدان. اليوم حنا سعداء باش نشاركوا في هذا الحفل ديال التتويج ديال الأطر اللي شاركت في برنامج الدعم التربوي طارل اللي كيهدف إلى دعم التعلمات الأساس ديال المتعلمين طبعا وتجاوز التعثرات. وحنا سعداء بهذا الحفل هذا مع السيد الوزير وكنتمناو ان الاساتذه كاع يستافدوا من هذا التكوين هذا. وهذا التسويج طبعا كنهديوه لجميع الاطر وجميع الاخوان ديالنا والمواكبين ديالنا والمفتشين والسيد المدير الاقليمي والمدير الاكاديميه وكلهم باسمه وصفته. بالنسبه للنتائج ديال البرنامج طبعا النتائج واعده ان شاء الله. كنتمناو ان هذه التجربه تعمم باش نتجاوزوا التعثرات اللي كاينه في الحقل التعليمي المغربي وطبعا نوصلوا الى نتائج جيده وحسنه ويتم تعميم هذه التجربه. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.